في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض المصطلحات الاقتصادية سيئة السمعة عند المصريين زي التعويم والإصلاح الاقتصادي والخصخصة. مؤخراً انضم للقاموس مصطلح الاستحواذ، وهو عبارة عن الاستثمار الأجنبي أو العربي بيشتري حصص في الشركات المصرية، وده بيعتبر نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي اللي ممكن يسد الفجوة في موارد العملة الصعبة بدلاً من اللجوء للأموال الساخنة بالتكلفة الباهظة والمخاطرة العالية. كل دول العالم تقريباً بتسعى لجذب استثمارات أجنبية سواء لتوفير العملة الصعبة أو لتوفير فرص عمل. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية، البعض استقبل أنباء استحواذ الصناديق السيادية العربية على بعض الحصص في الشركات الحكومية الناجحة بشيء من القلق، أولاً لكراهيتنا التاريخية لكلمة خصخصة، وثانياً خوفاً من أن تكون أسعار البيع غير عادلة بسبب الركود العالمي، رغم أن معظم الشركات تم بيعها بأسعار تفوق أسعارها في البورصة. لما بتقابل مستثمرين أجانب، إيه أكتر حاجة شايف أنها لو اتحلت هيجوا بسرعة على الأقل على الأجل القصير؟ أول حاجة لازم تعدل المونيتري بوليسي أو السياسة المالية بتاعتك، ثم السياسة الضريبية. أنت حضرتك المستثمر بالذات في الصناعة، الصناعة دي استثمار متوسط إلى طويل الأجل وليس تجارة. أنا ببني مشروع وبلا ما يبتدي يشتغل ويدور ربح ممكن ياخد له 4-5 سنين ويبتدي ينمو بعد 5-6 سنين. فأنت بتبني دراسة الجدوى بتاع المشروع على قوانين موجودة وسياسة مالية وسياسة ضريبية وقوانين، وبلا ما تبتدي تلاقي كل ده تغير، فتلاقي دراسة الجدوى بتاعتك باظت تمام. عايزين استقرار تشريعي يا جماعة، ما ينفعش طول النهار نطلع قوانين ونعدل في قوانين وخلافه. المستثمر مش حقيقي، عايز استقرار. النهاردة مين مستثمر حقيقي وعارف انه في خفض في العملة؟ حاجة حقيقي، كله هيستنى لغاية لما يحصل التعويم وشوف الدولار هيستقر بكام والدين السوق يستقر وبعدين يبتدي يفكر يحط فلوس. العزوف بتاع المستثمر الأجنبي نابع من عدم اليقين، يعني عدم اليقين بشأن بعض الأمور اللي هي بالنسبة له حيوية جدا في اتخاذ قراره الاستثماري. أسعار الطاقة إذا ما كانت تتقلب بشكل كبير فيما يسمى بأنها حرة، هي ممكن تكون حرة لكن لا تتقلب، يعني في أدوات كثيرة جدا خصوصا القطاع الصناعي، دي ممكن تكون مقلقة للمستثمر الصناعي. عدم وجود مطور صناعي بمثل الجودة بتاعة المطور السكني، عدم وجود تراخيص نهاية، طبعا حل مشكلة التراخيص بتراخيص المؤقتة لكن يخشى أن يكتفى بهذا يعني الأمر المؤقت وبعدين ما يعرفش يطلع تراخيص نهائي فيتعثر في المنتصف. ممكن يبقى عنده مشكلة في تصنيف مصر في التقارير الدولية. خلي بالك المستثمر الذي لا يعرف شيء عن البلد كيف يعرفها؟ يقرأ تقارير تنافسية، يقرأ تقارير دوينج بيزنس أداء الأعمال، فيجد أنك متأخر ومتأخر في مسائل حيوية بالنسبة له، في التحكيم مثلا، في التعليم، في جودة العمالة، في جودة الناحية الفنية للعمالة، ودي من الأمور أيضا اللي بتخلي المستثمر يعني يتردد لأنه لن يجد بديلا عن استيراد عمالة من الخارج، وهذا أمر ليس سهلا. أتمنى إن المستثمرين العرب لما يجوا يشتروا شركات في مصر ان الحكومه المصريه توفر لهم او توفر اي مستثمر بيشتري شركات في مصر مناخ الاستثمار اللي خليه كل سنه لما يبقى عامل ارباح من الشركه يعيد استثمار، يعني اتمنى ما لا يقل عن 50% من هذه الارباح في مصر تاني. بمعنى اخر، انا مش عاوز المستثمر يبقى اشترى الشركه وكل اللي عمله انه حط فلوس النهارده وبعد كده على مدار ال 30 سنه اللي جايه هو عمال يحول ارباحها الى الشركه الام، فيبقى دفع لي دولار وحول قصاده 10 دولار. يعني أنا اتكلمت كتير مع مستثمرين أجانب وأنا عضوة في جهات كتيرة، بقابل ناس كتير جدا، دايما في شكوى مرة من إنه الجمارك فيها مشاكل، إنه الضرائب فيها مشاكل، إنه كل ده بيعطلك بشكل كبير إنك تجذب الاستثمارات، خصوصا إنك عندك بنية أساسية هايلة وعندك فرص مشروعات مربحة جدا تجذب استثمار أجنبي بشكل كبير، ولكن هذا المناخ المعوق يمنع هذه الاستثمارات من القدوم. عندي مؤشرات واضحة، مصر فين في سهولة الأعمال، مصر فين كمؤشر، مصر فين في التنافسية، كل دي أرقام أنا بترجمها المستثمر الأجنبي بيترجمها، وبالنسبة له الأساسي المستثمر المحلي هو الأساس. توافر كل القيمات وتوافر كل عناصر بتساعده على إن هو يحسب حسبته مظبوط، يعني القانون ما يتغيرش بعد ما يفوز المشروع، ما يبقاش في رسوم تضاف كل شوية،
انه يقدر يلاقي عماله كويسه فعلا، عماله افيشنت كويسه، يقدر يلاقي المكن والخدمات المكن تبقى موجوده، قطع الغيار موجوده. الحاجات اللي حصلت دلوقتي في وقف الاستيراد عامله مشاكل كتير جدا في مصانع كتير جدا، حتى لو تجار بتوع مكن هم مش مصنعين، انما في نفس الوقت محتاجين يجيبوا قطع الغيار عشان المصانع تشتغل. المستثمر محتاج ايه؟ التنافسيه ما بين دول العالم في هذه المرحله، لازم ما نبصش على بلدنا، نبص على العالم كله في هذه المرحله. ايه اللي العالم بيعمله النهارده واحنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين استثمار. هل احنا محتاجين نعلن ان مصر فيها موارد وفيها اراضي وفيها اتفضلوا عندنا استثمروا؟ لا، مصر النهارده لازم تغير استراتيجيتها، تقول انا هستثمر في هذا المجال، وليكن هستثمر في بطاريات السيارات الكهربائيه، تمام، وادي كل المحفزات الاقتصاديه والضريبيه والتنافسيه مع دول العالم. يعني النهارده لما اجي اتكلم اقول ان مثلا المغرب اصبحت تستحوذ على 67% من استثمار في افريقيا. طب ليه؟ لأن هي حطت قواعد جديدة للاستثمار، محفزات ضريبية، محفزات في الأراضي، وتسهيلات كبيرة جدا للمستثمر. وفي الصناعات اللي هي تحتاجها، فأصبحت النهاردة تملك أكبر مثلا مصانع في إنتاج بطاريات السيارات. إيه عيوبنا بالنسبة للاستثمار الأجنبي؟ بيقولوا لك إيه يعني أول ما بتقعد أو في دايما حديث؟ في كلمة واحدة هقولها لك يمكن اتقالت لي من شهرين من بعض المستثمرين وهم صناديق سيادية كمان على فكرة، يعني مش عربية ولا أجنبية؟ الاثنين. هقول لك الكلمة اللي اتقالت لي من العربية، قالوا لي يا أحمد you have to be an investor friendly country، لازم تبقوا دولة صديقة للمستثمر. لما بيجوا للناس دي تيجي تعمل اي بزنس هنا بيقابلهم كم من العراقيل والبيروقراطية الغير طبيعية، بل بالعكس الدول التانية بتتنافس على هذه الجزء من الكحكة زي ما بيقولوا، فبالتالي بيعملوا محفزات. احنا بدل ما نعمل محفزات ان احنا بنحط عراقيل. هو شايف ان انا النهاردة انا بروح اقول له انا بحاول اشجعه على الاستثمار داخل سوق المال المصري، وهو شايف ان احنا بنقول له الستوري بتاعت القصه بتاعت الريستراكشر اللي حصلت في الاقتصاد المصري والاصلاحات اللي عملناها في الاقتصاد المصري قبل الازمه دي، وازاي ان احنا الدوله من الدول القليله قوي اللي حققت معدل عائد ايجابي للجي دي بي بتاعنا لاجمالي الناتج المحلي. فبيقول لي طب انا انت عايزني انا اشتري الستوري بتاعتكم ليه؟ لو انتوا نفسكم مؤسساتكم والناس اللي هي عندها فوائد ماليه ما بتدخلش فلوس في سوق المال اصلا. احنا عايزين استثمار اجنبي ولا عايزين استثمار اجنبي ولا عايزين فكر اشتراكي؟ فكر اشتراكي خلي القطاع العام الناس ما تشتغلش، يبقى ما تكلمنيش تاني. لو انت يعني احنا لازم نتفق بقى كشعب ودوله، لو انا عايز، لو انا مصر على فكر الاشتراكي والقطاع العام وان الموظف ما يشتغلش وما نحاسبوش، ما تكلمنيش على جذب استثمار ولا تكلمني على القطاع الخاص.